أزارو ده حاجة يعني كانت مختفية ومرة واحدة ظهرت، وإن شاء الله يكون هداف النادي الأهلي على كام سنة اللي جايين إن شاء الله. وليد أزارو مغربي وكده، وكان محقق إنجازات في المغرب وكده، بس فك النحس الماتش اللي فات، وربنا معاه إن شاء الله هيجيب جونين بعد إذنك. يعني وليد أزارو الفريق اللعيب الوحيد اللي في منتخب المغرب اللي كان بيلعب في الدوري المحلي، كانت اللعيبة كلها لعيبة محترفة ولا اللعيب الوحيد اللي كان لعيب في الدوري المحلي؟ يعني ماتش ضد الأهلي إن شاء الله هنقول الأهلي هيكسب 1-0، يعني الماتش تقيل وماتش صعب، ده نهائي افريقيا يا جماعه، وفي عندنا وليد ازارو هيكسر الدنيا. لا وليد ازارو يعني فريق يعني لعيب محترم جدا، بس احنا كنا يعني عايزين نتقل عليه شويه، نصبر بس عليه، هو محتاج يعني ان هو ايه يثبت نفسه، بس مش عارف، بس عشان عليه ضغط كبير من جماهير الاهلي، فباذن الله يثبت نفسه معانا يبقى لعيب كبير. وليد ازارو احسن فرقه في افريقيا. مش من ضمنهم، انا مش من ضمن الناس اللي انتقدتها. لعيب بيهد اي دفاع، هيجيب فيكو جونين ومعلول هيجيب جون تاني.